حسين يا غريب نزل الحسين من على ظهر جواده مشى خطوات طاطأ برأسه رفع شيئا فقبله دققت النظر وإذا بها كف أبي الفضل اليمنى ثم مشى خطوات طأطأ ثانية رفع شيئا فقبله دققت النظر وإذا بها كف أبي الفضل اليسرى ثم مشى خطوات طأطأ ثالثة دققت النظر وإذا بها عمامة أبي الفضل كانت مخرقة بالسهام تعانى من الخيام للعالقم حسين تعانى من الخيام للعالقم ويصيح خويا جاو قاعد ويل بعد ما شوف دربي يا ضوى العين وصل إليه وجد مغمى عليه من شدة الضربة اسمع يا فرج الله يا أبا صالح التعزي إليك في عمك العباس الحسين وجد أبا الفضل مغمى عليه وضع رأسه في حجره أحس العباس بحركة عند رأسه ظن أن جاءه عدو الله ليحتز رأسه قال له أقسم عليك بما تعبد إلا ما أمهلتني فواق ناقة أريدك تنتظرني دقائق قال ما تصنع بها قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني قال أنا أخوك وابن والدك قال أبو عبد الله عند رأسي قال بلى قال ضع فمك على فمي أودعك وتودعني يا خويا منين جتني هالرمية يا خويا منين جتني هالرمية يا خويا السا وقع بيتي علي يا خويا السا عدو شمت بي أراد حمله إلى المخيم قال أخي حسين ماذا تريد قال أريد حملك قال أقسم عليك بجدك إلا ما تركتني قال لما قال لأمرين أولا نزل بي الموت الذي لا بد منه ثانيا وعدت سكين بالماء وأنا مستحل منها يا حسين خليني بمجاني يقل لي أشياء زارت زماني يقل لي وعد السجن تراني أبو علي هاي الوصية الأخيرة أريد توصلها إلى أختنا زينب وأسألك الدعاء قل يا أبا الفاضل خويا يا حسين سلم لي على أختنا يا حسين سلم لي على أختنا وقل لي البنية فارقتنا